موهبتي هي سر حياتي، بهواها تحلو أوقاتي وفنون علم أفكار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، ومن عناية الإسلام بصحة المؤمن أنه شرع التداوي والعلاج، وأكد أنه لا ينافي التوكل على الله. فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي، وأرشدهم إلى أنواع إلى نوع أنواع من نوع من التداوي، وبين لهم المشروع والممنوع، وما جعل في شفاءهم فيما حرم عليهم. ومن اعتناء الإسلام بصحة المسلم أنه شرع الاستحمام وإزالة النجاسات عن الأجساد، بل يقع العذاب على من تساهل في إزالة النجاسة عن بدنه، لما رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر حينما مر على قبرين بأنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر في البول من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لم يهذب شعر رأسه ولا يأته، فأشار إليه بيده يعني نخرج، كأنه يعني أصلح شعر رأسه ولحيته. ففعل الرجل ثم رجع وقال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ رواه مالك وغيره بسند صحيح. ما شاء الله ما شاء الله، تحية ثانية لهذا الطالب.